اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء اركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على تطورات المراحل الحاليه والمستقبليه لمشروع مستقبل مصر من كافه العناصر ومكونات البنيه الاساسيه موجها سيادته باقامه شبكه طرق متكامله لربط كافه مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتا الجديدة ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمال متنوعة وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبني سويف وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم